السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من التلفزيون المصري وإليكم أحداث 24 ساعة نبدأها بالعناوين. السيسي ورئيس الكونغو يؤكدان تعزيز التنسيق والتشاور في متابعة التطورات الإقليمية وقضية سد النهضة. السيسي يناقش مع نظيره الجنوب أفريقي هاتفيا الاستعدادات للقمة الأفريقية وتطورات قضية سد النهضة. مدبولي يتابع المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة. أهلا بحضراتكم من جديد. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بزيادة معدلة التبادل التجاري والاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس السيسي في قصر الاتحادية مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية نيفيليكس تشيسيكيدي. لقد أجريت مع أخي الرئيس تشيسيكيدي مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة، تبادلنا خلالها الرؤى ووجهات النظر تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى نحو عكس إرادتنا السياسية من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين. كما أكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المصرية في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى الاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة. ولقد اتفقنا كذلك على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في الكونغو الديمقراطية الشقيقة في مختلف القطاعات. وخلال المؤتمر الصحفي أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا أنه استعرض رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية ومسار المفاوضات الجارية حول سد النهضة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد. كما تناولت مباحثاتنا تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل، وأكدنا على رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعاً لشعوب دول حوض النيل. كما استعرضنا آخر المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد. كما أعدت التأكيد خلال المباحثات على موقف مصر الراسخ حيال دعم كافة جهود تثبيت السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، واستمرار مصر في العمل بشفافية وبدافع من اعتبارات الصداقة والأخوة على مساندة الجهود الكونغولية الوطنية الرامية إلى ترسيخ دعائم السلام والاستقرار الداخلي، وبما يفتح آفاق التنمية والرخاء لجموع الشعب الكونغولي ويحفظ هياكل ومؤسسات الدولة ومقدراتها للاستمرار في مسار التحول الديمقراطي المؤسسي. من جانبه أعرب رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر والدعم السياسي المصري الصادق والراسخ لبلاده، مؤكدا الحرص على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات. إن السيد الرئيس السيسي قد شجع وثمن الجهود التي نقوم بها في الوقت الحالي على المستوى الوطني من أجل إحداث الاستقرار السياسي في الدولة وكذلك من الناحية الأمنية
وقد وعد سيادته بأن يقف بجانبنا جنبا إلى جنب حتى يساعدنا في هذا الصدد، لأنه يعتقد كما أعتقد أنا أيضا أن التنمية لا يمكن أن تتم دون وجود الاستقرار ودون مكافحة بعض الأمور مثل الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب. وقد شجعنا على المضي في هذا الطريق، وقد تقاسم معي خبرة مصر في هذا الصدد وشاركني إياها، والتي أيضا كانت قد شهدت في عام 2011 موقفا مماثلا، ولكنها اليوم تقوم بأداء متميز على الصعيد الاقتصادي. هذا نموذج بحق أنا ألتزم بأن أحذو حذوه. كما أكد رئيس الكونغو الديمقراطي التزامه بالعمل على التوصل إلى حل لقضية سد النهضة خلال ترأس بلاده للاتحاد الإفريقي. لقد شرحت موقفي للسيد الرئيس، وهو الالتزام التام اعتبار من هذا الأسبوع، لأن بطبيعة الحال يوم السبت سأتولى رسميا رئاسة الاتحاد الإفريقي، وعدت إذن بالتزامي الشخصي التام حتى تستطيع هذه الدول الأشقاء لا تشهد تصاعدا، وحتى نستطيع أن نحرز النجاح من خلال الحوار، من خلال مبادرة إفريقية من أجل حل إيجاد حل إفريقي. وأنا على قناعة من ذلك، لأنني تحدثت إلى الدولتين كما قلت لكم، كل جانب على حدة، سواء من جانب الإثيوبي أو من جانب السوداني. هناك تلك الإرادة من أجل الخروج من هذه الأزمة، والتي لم تكن ليست معنى أزمة، ولكن نتفادى ذلك من خلال الحوار، من خلال تبادل الرؤى، وأيضا من خلال الإنصات إلى السيد الرئيس السيسي. أيضا حظيت بنفسي التصور، وأنا متفائل في هذا الصدد بأننا سنتصل إلى حل يمكن أن يسمح للدولة الثلاثة أن تستمر في التعايش السلمي والاستخدام المشترك لمياه النيل بمنتهى الأمان. كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد جلسة مباحثات منفردة مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي، عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. وخلال المباحثات أكد السيد الرئيس حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع الكونغو الديمقراطية في شتى المجالات، بما يعكس مزيدا من التنسيق والتعاون لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان. سلام جمهورية الكونغو الديمقراطية، سلام سلام. Thank you.
حرس الشرف جاهز للتفتيش يا فندم. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء تناول التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات في هذا الصدد، لا سيما في ضوء قرب تسلم الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام الجاري 2021. بين مصر والكونغو روابط تاريخية على قد تميزت بقوتها ومتانتها وتناميها الملحوظ على جميع الصعد. لم تكن إفريقيا ذات يوم بالنسبة لمصر مجرد انتماء جغرافي وارتباط تاريخي فقط، بل هي روابط إنسانية عميقة جعلت مصر في قلب إفريقيا ووضعت إفريقيا في قلوب المصريين. وحرصاً منها على تقاسم ما لديها من خبرات وتجارب واستناداً إلى رؤية التعاون الإفريقي الإفريقي التي يدعو إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تتوانى مصر أبداً عن الوفاء بالتزاماتها بتعزيز علاقات التعاون مع جميع البلدان الإفريقية الشقيقة، ولا سيما مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولا شك أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي في أديس أبابا في 9 فبراير من عام 2019 إنما يؤكد حرص الزعيمين على الارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بينهما لكل ما فيه من خير وصالح الشعبين والقارة الإفريقية. وفي دلالة على تعميق العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، جاء اللقاء الثاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الكونغولي في 9 يوليو من عام 2019 على هامش رئاسته لقمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية المصغرة الأولى بالنيجر، حيث جدد الرئيس السيسي عزم مصر الاستمرار في تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة للكونغو الديمقراطية كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل. وعلى هامش قمة إفريقيا بريطانيا مطلع العام 2020، جاء لقاء الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي مناسبة أخرى عبر من خلالها عن تضامن مصر الفعال مع هذا البلد ومع سائر البلدان الإفريقية. واليوم تدخل العلاقات بين القاهرة وكينشاسا مرحلة جديدة من تكثيف التعاون على المستويات كافة من أجل تعزيز الشراكة المصرية الكونغولية وجعلها نموذجاً يحتذى به للتعاون الناجح بين دولتين إفريقيتين.
استعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا الاستعدادات الجاريه للقمه الافريقيه المقبله والتي من المقرر ان تنعقد عبر الفيديو كونفرنس. تناول الاتصال ايضا التباحث بشان تطورات قضيه سد النهضه، حيث اعرب الرئيس السيسي عن التقدير للرئيس رامافوزا على جهوده في هذا السياق خلال الفتره الماضيه، مؤكدا التطلع لان يشهد هذا الملف الحيوي التقدم المنشود خلال الفتره القادمه بالتعاون مع الرئاسه الجديده المرتقبه للكونغو الديمقراطيه للاتحاد الافريقي، وعلى نحو يساعد على الوصول الى اتفاق قانوني ملزم يحفظ الحقوق المائيه لمصر في مياه نهر النيل. من جهته اعرب رامافوزا عن تقديره لجهود مصر الايجابيه التي لمسها في اطار مسار المفاوضات الثلاثيه تحت رعايه الاتحاد الافريقي بهدف الوصول الى حل للقضيه. استكمل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماعات المتتالية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي الخاص بتطوير وتنمية القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث عقد مدبولي اجتماعا بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين. تم فيه استعراض جهود الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المشروعات المختلفة في 51 مركزا على مستوى الجمهورية. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بهدف المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا المشروع. من ناحية أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع لمجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرنس إلى أن بطولة العالم لكرة اليد للرجال والتي حظيت برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت قدرة الدولة المصرية على تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي العالمي. وتطرق مدبولي إلى إشادة صندوق النقد الدولي ومؤسسة موديز بما أنجزته مصر خلال الفترة الماضية على الصعيد الاقتصادي وإجراءات مواجهة أزمة فيروس كورونا. من جانبه عرض المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية مشروع خطة الحكومة التشريعية الذي تضمن موقف مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب في بداية فصله التشريعي الجديد. استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال اجتماع مجلس الوزراء المعدلات الأسبوعية للإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا، وأكدت زايد أن حملات التثقيف الصحي والتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي كان لها أثر إيجابي في انخفاض حدة الإصابات بكورونا بين الفئات التي تتحرك يوميا خارج المنزل مقارنة بالوضع خلال الموجة الأولى. كما عرضت زايد موقف الأكسجين السائل بالمستشفيات بجميع المحافظات في ظل جائحة كورونا، وتطرقت إلى موقف توفير اللقاح المضاد لكورونا. هنأت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على نجاح مصر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال. وقد كرمت وزارة الصحة اللجنة الطبية من قيادات وزارة الصحة المشرفة على تطبيق خطة التأمين الطبي لبطولة اليد، مشيدة بجهود اللجنة في وضع وتنفيذ خطة تأمين طبي على أعلى مستوى لهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير. ووجهت زايد بإنشاء وحدة مركزية تتولى العمل على وضع وتنفيذ خطة التأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى التي تنظمها مصر. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وفيها بعد قليل. ختام فعالية التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية. اختتمت فعالية التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك أعمالها والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام في إحدى القواعد الجوية المصرية، واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة والطلعات الجوية المشتركة بمشاركة مجموعات من أحدث الطرز للمقاتلات متعددة المهام.
اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك الذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. واشتمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والعديد من الطلعات الجوية التدريبية المشتركة، وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق. فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة، تأتي هذه التدريبات في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع ناظرتها من الدول الشقيقة والصديقة. حضر التدريب الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية، واللواء طيار لوران ليربيت نائب رئيس العمليات الجوية الفرنسية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية. أهلا بحضراتكم من جديد، وإلى جولة في الصحافة نبدأها من موقع بوابة الأهرام الإلكترونية. وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. موقع بوابة أخبار اليوم الإلكترونية، المالية، إجراءات جديدة في النظام الجمركي بالتسجيل المسبق للشحنات. موقع بوابة الأهرام الإلكترونية، المشروعات الصغيرة بمجلس النواب تطلق مبادرة أهالينا لهم حق علينا لدعم المرأة المصرية. موقع بوابة أخبار اليوم الإلكترونية، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس في الأول من أبريل المقبل. وأخيرا من وفد وفي الصفحة الثامنة، تطوير 42 قرية بمراكز الصف والطيح ضمن مبادرة حياة كريمة. وإلى أخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والرياح معتدلة. وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة.
بدرجات الحرارة نكون قد وصلنا إلى ختام أحداث 24 ساعة قدمناها حضراتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.